مثال آخر للمشاريع غير المكتملة، مجمع الغالبية السكني في محافظة ديالى توقف العمل به منذ عام 2012 والأسباب مجهولة، وهناك تساؤلات لماذا لا يتم إكماله وإنجازه لحل شيء بسيط من أزمة السكن في البلاد، ولماذا توقف العمل به منذ 7 سنوات، وكذلك أين ذهبت الأموال المخصصة لإكمال المشروع. دعونا نتابع. هذا مجمع الغالبية السكني في محافظة ديالى لم ينفذ من 2009، بدأ التنفيذ بالمشروع ولم يكمل لهذه السنة، توقف العمل منذ 2012 وليومنا هذا لا حكومة تبدأ بالعمل فيه، ظل متروك المجمع السكني وهواي مقاولين عمال حراس تطلب مستحقاتهم وما حد ينطيهم يعوضهم مستحقاتهم. فاحنا نرجو للحكومة العراقية أن تنظر إلى هذا المجمع السكني لأن هو بيحتوي يقاوي 556 عائلة، فنرجو إكمال هذا المجمع السكني. وهذا التصوير لكم وأنتوا حكموا، ليش يا حكومتنا رشيدة هيش مجمع سكني ما لم ينجز لحد الآن؟